بعد ما فقدتها حسيت ان هي الام مش انا الام، يعني هي اللي كانت امي، هي اللي كانت بتديني الحنان، وهي اللي كانت بتديني الدفء، وهي يعني بحس بجوارها بالامان. يعني هي فكت الاسره، يعني كله كان بيحب يهزر معاها ويلعب معاها، وهي كانت محبوبه من الكل يعني. لقيتها بتقبلني يعني كده على وجهي وراحت واختفت. يعني كانت طفلة هادئة، يعني ما كانتش مشاغبة، وكانت هي يعني في وسط 4 أولاد مشاكسين يعني، فكانت دايما هي أكثرهم هدوءا. عندها مكتبة، وكانت أسماء بتحب تسهر للقراءة، وكنت أنا برضه بسهر للقراءة، كنا أحيانا بنسهر مع بعض فترة طويلة، نهرب المذاكرة ونفتح كتب ما لهاش علاقة بالمذاكرة ونقعد نقرأ فيها. عندها ذائقة فنية وجمالية حلوة جدا، كانت خطها جميل جدا، وبتدرس خط من حوالي 6 شهور، وكانت بتجود في الخط يعني عشان تكتب الكلمة بتقعد فيها 10 دقايق يعني، كانت خطها جميل، وكانت عندها الحس الفني والجمالي دوت جدا يعني. وكانت يعني ليها اهتماماتها يعني، كانت متفوقة جدا في الدراسة، كانت الأولى على مدرستها في كل مراحل حياتها، ابتدائي وإعدادي وثانوي، كانت هي الأولى على المدرسة دايما يعني. انا ما كنتش متوقعه ان، وخاصه يعني بنتي اسماء الوحيده، يعني انا كنت دايما قلقه على الاولاد عمار وانس والدكتور يعني، لكن اسماء كنت دايما بحس ان انا مطمئنه عليها لان هي دايما كانت معايا في جواري يعني. ولكن سبحان الله كان ربنا كان يعني اراد ان هو يديني درس، ان يعني معيتي لا تمثل اي شيء يعني. اجتماعيا يعني من اكثر الناس اللي بتحرص على الاتصال بكل قرايبها، وتسال عليهم وتطمن على احوالهم وتتابع امورهم كده، وتزور جدتها وجدها وتسال على صحته، وتقعد معاه ساعات طويله. جدي مريض يعني، بتقعد معاه فتره طويله تتكلم معاه وتواسيه وكده. بعد ما فقدتها حسيت ان هي الام مش انا الام، يعني هي اللي كانت امي، هي اللي كانت بتديني الحنان، وهي اللي كانت بتديني الدفء، وهي يعني بحس بجوارها بالامان. ما كناش نتوقع ان